بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسيحي، اسمعني اسمعني بقلبك مش بعينيك، لو سمعتني بقلبك وكان وشلت الكبرياء من قلبك وشلت أي حقد أو أي كراهية وصفيت قلبك ليا، أنا متأكد إن كلامي هيأثر فيك. بس اسمعني بقلبك وما تسمعنيش بعينيك، وحكم قلبك قبل ما وحكم عقلك قبل ما تحكم قلبك. اللي أنا هقوله دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتجن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أنا هحاول أتكلم عن تفصيلة بسيطة في إعجاز من الإعجازات اللي موجودة، خمس دقايق يا ريت تسمعني، في القرآن أو في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من ضحى بسبع تمرات من تمرات العجوة أو تمرات لم يضره سحر ولا صوم في هذا اليوم. ثلاث دكاترة كبار في جامعة كامبريدج عملوا بحث، والبحث ده اتنشر في مجلة اسمها بايو ميديكال ليترز. ممكن تراجع البحث ده وتبحث عنه، هتلاقيه طبعا موجود على جوجل. البحث ده مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه ان الثلاث دكاترة دول جابهم اربعة متبرعين واعطوهم من 9 تمرات ل11 تمرة، تمرات العجوة، ومن تمرات كمان مش من تمرات جيدة، يعني تمرات عادية أو يمكن أقل من العادية. وعطوهم الأربع تمرات اللي 9 أو 11 تمرة دول، وقال لهم كلوهم قبل ما وعد كده، وخدوا عينة من الدم قبل ما يخلوه قبل ما ياكلوا بحوالي 4 ساعات أو 5 ساعات. وبعد ما خلصوا أكل خدوا عينة تانية برضه ب4 ساعات أو 5 ساعات عشان يشوفوا تأثير التمر على الدم. وجدوا شيء غريب جدا، وجدوا إن بعد 4 ساعات أو 5 ساعات ان الدم عنده مقاومة لسم الافاعي بنسبة 83%، بنسبة 83%. وقدرة كرات الدم الحمراء اللي بنسميها الهيموجلوبين لامتصاص السم، كانت قبل الاكل التمرات ديت كانت 0.542، يعني اكتر من 0.5%، وانخفضت بعد اكل التمرات ديت اصبحت 0.09، يعني خفضت اكتر من 100 مرة. وعملوا بحث تاني يدوهم 5% من التمرات، 5% بس، وعملوا بحث علشان يشوفوا ابطال مفعول السم. فوجدوا ان في قدرة على ابطال مفعول السم بال 5% دي بالنسبة للثعابين 34%، وبالنسبة للعقارب 71% اللي هو سم العقارب. فرفعوا الكميه شويه، خلوها بدل 5% خلوها 20%، يعني اعطوهم 20% جرعه من البلح، وراقبوا التطورات اللي بتحصل في الدم. فوجدوا ان الدم مقاومه الدم زادت حتى اصبحت 87% بالنسبه لسم التعبان او سم الثعابين، و100% بالنسبه لسم العقارب. مما يوافق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من 1428 سنة: من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده منين؟ الرسول كان راجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. طبعا الطب ما كانش وصل لواحد على مليون اللي وصله دلوقتي. الكلام ده من 1428 سنة. ده يدل على ايه؟ مش يدل على ان الراجل ده اللي بيخدش الكلام ده، ربنا هو اللي قال له الكلام ده؟ اللي هيعرفه منين في هذا الزمن؟ ليس هذا دليلا قاطعا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ عايز اكثر من كده ايه دليل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره المائده: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من كل الأمة:
والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا أو نصرانيا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به أو ثم لا يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا وكان من أصحاب النار، ستقع في جهنم ولن تخرج منها أبدا. فانقذ نفسك من عذاب جهنم، مفيش حد هينفعك، اترك التعصب الديني والتكبر وافتح قلبك، افتح قلبك للحق. تقدر تتأكد من البحث ده، البحث ده موجود على النت، ادخل شوفه وتجرب، مش عارف تستخسر حاجة. واكتب على جوجل تأثير التمر بالنسبة للسحر وشوف، هتلاقي ان الكلام ده موجود. دور على المجلة دي اللي اسمها بايو ميديكال ليترز في جامعة كامبريدج، شوف هل فعلا الكلام اللي بقوله ده صحيح ولا لا، استجد ان الكلام ده صحيح فعلا. واللي انا بقوله ده هي اعجازة، معجزة واحدة من مئات ومئات ومئات المعجزات في القرآن والسنة اللي تثبت كل يوم ان هذا كتاب، ان القرآن والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فالحق نفسك، الحق نفسك قبل فات الاوان، قبل ان تندم ندما حيث لا ينفع الندم. ستبكي دما يوم القيامة، ستبكي بلا دموع دم، هتعض على اصابعك من شدة الندم، هتتمنى انك ترجع الى الدنيا ولو لحظة عشان تدخل في الاسلام. لكن للاسف فرص وقت هكون فات وانتهى، ومفيش حد يقدر يعمل لك حاجة. انا عملت الفيديو ده لاني خايف عليك، خايف عليك من عذاب الله سبحانه وتعالى، لانك اخ ليا في الاخر، يعني اخ في البشرية، يعني احنا كلنا ابونا ادم وحواء. وربنا سبحانه وتعالى امر بالتبليغ، ربنا هيسألنا يعني ما بلغتوش ليه، فواجبي ان انا ابلغك. ويعني انت تحمد الله سبحانه وتعالى انه وجدت انسان ينصحك. في الاف المسلمين كل يوم بيدخلوا في الاسلام في امريكا وانجلترا وفي كل الدول. امريكا بيدخل فيها كل ساعه اربعه، لما بيكتشفوا بيقراوا عن الاسلام بيكتشفوا المعجزات اللي موجوده في القران والسنه بيدخلوا الاسلام على طول. في علماء كتير لا تحصل، خش بيبكوا على اهاليهم دم، الاهالين هم ماتوا مسيحيين بيبكوا عليهم دم. ليه؟ لان يقول في طيب احنا ذنب اهالينا ايه؟ احنا لين حد ينصحنا؟ ليه ما حدش نصحه؟ فاحمد ربنا لو حد في لقيت لتر ربنا سبحانه وتعالى قيد لك انسان ينصحك، ما تضيعش فرصه كبيره، ما تضيعهاش، الحق نفسك قبل فات الاوان. ستندم، هتقول يا ريتني كنت سمعت كلام الاخ في الدنيا اللي قال لي، هيكون الندم مضاعف، لان في واحد قال لك ما سمعتش كلامه ليه، فالندم هيكون مضاعف. فربنا سبحانه وتعالى يهديكم، وكل قلب هذا واستغفر الله.